أصلا من غير ما تغني، لكن أول مرة بنسمع صوت جميل، صوت مليان بهجة، صوت مليان طاقة إيجابية، صوت حلو، صوت عذب، صوت زي صوت نوال الزغبي لما تسمعه بقى تتر مسلسل وتشوف كلامه وهي بتغني وتقول ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم يعني عملوا فينا ايه، طلعوا اندال بامتياز. كلمات طبعا الاستاذ الكبير مدحت العادل. وخلينا نقول الو نوال. مساء الخير. مساء الفل عليك يا نوال، انت من الناس الحلوه اصلا، فمساء الفل عليكي في الناس الحلوه. ربنا يخليكي، رمضان كريم وشهر مبارك علينا جميعا يا رب. وعليك يا حبيبتي، كيفك؟ ان شاء الله خير الحمد لله. وانتوا اخباركم ايه؟ احنا تمام، مشتاقين. واول زياره ليكي في مصر لازم تنورينا هنا في استوديو نجوم اف ام ان شاء الله. والله انا كل ما باجي مصر باجي عندكم. طيب هتيجي عندي بقى في الناس الحلوه هنا، لازم يعني لازم الحلوين يجوا يكملوا الناس الحلوه. نوال اول مره بتغني تترات مسلسلات؟ صح. وعندك اول مره مسلسلين؟ كان عرض علي زمان، ما كنت اخد تترات مسلسلات، حس يمكن لانه كانت الاغنيه ما تكمل المسلسل والمسلسل ما يكمل الاغنيه. كنت تحس انه شيء عابر يعني. لما صرنا بعصر جديد لقيت انه لا، الاغنيه كمان عم بتضيف للمسلسل، عم تعمل له اعلام جامد طبعا، ونفس الشيء المسلسل بيدي زخم جامد للاغنيه يعني. وانا السنه دي يعني تترين مسلسلين لبناني ومصري، كراميل ولاعلى سعر. واعلى سعر كمان يمكن على اليوتيوب الناس سمعته قبل رمضان وقبل ما يشوفوا المسلسل، عمل تريندنج يعني. يعني الناس قد كده مشتاقه على طول يعني. من اول ما نزلت الاغنيه والتريندنج شغال في كل الدول العربيه الاغنيه، يعني كل الناس بتكتب ملعون ابو الناس العزاز. يعني بحس كانه اغنيه يعني لمست كل الناس، شكل نشيد للحياه يعني. لما احتجنا لهم طلعوا اندال بامتياز. بامتياز. الله يا دكتور مدحت العدل. الله الله. طب يعني انا عارفه طبعا احنا بنسمعها دلوقتي كل يوم، بس بما ان احنا على الهوا في اذاعه نجوم اف ام يعني لازم نسمعها منك انت شخصيا. عايزه تسمعيها دلوقتي؟ طبعا طبعا طبعا. يعني يبقى معايا نوال الزغبي نفسها. أنا ما تشوفوش إلا لو محتاج إليك، يرجع يبيعك بالقروش للعدو قصاد عينيك، من خيانته فانت روح قلبك انت نزيف وروح، وقلبه ده مجرد جهاز وملعون ابو الناس العزاز. كمان تحية كبيرة الله. الله يا نوال. الملحن الكبير عمرو مصطفى، لأنه طبعا في اللحن في الإحساس. طبعا طبعا احنا سعداء حاسين يعني كله. والعدل جروب، وانا عن جد بتشكر العدل جروب لانه كان عندهم ثقه بصوتي وثقه باسمي. طبعا نوال انت يعني صوتك جميل وفكره حلوه. هم دايما الحقيقه العدل جروب يعني عندهم افكار حلوه، فكره حلوه ان احنا يعني تطلي علينا في رمضان. انا بعدهم ولاد بلد. دي حقيقه. دي حقيقه. يعني حتى العمل، حتى المسلسل، حتى الاغنيه بحس فيها شيء من جدعنه اولاد البلد. وهذا الشيء لما سمعت الاغنيه انا يعني قلت ما شاء الله، اغنيه فظيعه ومن اقوى الاغاني، مش بس كتترات مسلسلات، من اقوى الاغاني اللي انا سمعتها في حياتي يعني. واكيد هتغنيها بعد كده في حفلاتك يا نوال يعني. اكيد حتى اكيد. انت جايه امتى؟ هنتسحر امتى هنا مع بعض في رمضان في مصر في نجوم اف ام؟ بصي انا نفسي اجي لكم في مصر لانه احلى رمضان في مصر. استنياكي. عايزه تسحري ايه؟ ليالي رمضانيه تحفه، وغنيت في الخيام الرمضانيه، يمكن من الفنانين اللي كانوا محظوظين انه كان لسه في خيام رمضانيه وبطلع بغني وكده. بقى يعني ذكريات بجد. وغنيتي غنيتي غنيتي رمضان حاجه لرمضان يا نوال؟ غنيتي لرمضان؟ لا لسه ما خليتيش رمضان. نفسي يعني لو اي حد عنده حاجه اغنيه لرمضان هيك
حس انه العالم بتحس بيها قوي. فانت جاهزه؟ طيب احنا نعمله. ما بحب اعمل اغاني مجرد اغنيه، فاهمه؟ طيب خلاص احنا نعمله دلوقتي، تحس في نعمله نداء على الهوا. نوال الزغبي جاهزه لاي اغنيه خاصه برمضان حلوه، جاهزه تغنيها صح؟ طيب طبعا، ده رمضان يجمعنا ورمضان المحبه والسلام يا رب. طيب يا رب هيك نخلص من هالشر يا رب، ونخلص من سفك الدماء يعني، لانه تعبنا ونحن طيب. حابين هيك على طول نحلم ونعيد رمضان بحب وسعاده وسلام. طيب عايزه اخر حاجه بس قبل ما نطلع، عايزه اقول لك معايا ضيفتي اميره سيد مكاوي، بنت الموسيقار الكبير سيد مكاوي. ف الله نفسي اختم ده بحاجه تغنيها لسيد، اي حاجه لسيد مكاوي من نوال الزغبي. اوقاتي بتحلو يا ليل، اللي تجودي بيه. يعني انا من عشاق صوت الراحل العظيم العملاق، بس اللي زمان مش مغنيه، انا بحب له غنيه ليله امبارح ما جاليش نوم واحنا لسه في اول يوم، ليله امبارح ما جاليش نوم واحنا لسه في اول يوم، قبل ما ترميني في بحورك، قبل ما ترميني في بحورك، مش كنت تعلمني العوم، مش كنت تعلمني العوم. الله يا نوال، الله يا نوال، الله عليكي وعلى يعني صوتك الجميل. يعني انت النهارده بتفاجئيني يا ستي. بس انا مستنياكي وعارفه ان احنا هنعمل حاجه حلوه. انت بس كلمي مارسيل وهو نفس المواعيد، والله خلاص. انا ده شرف ليا. خلاص مارسيل هنكلمه، ومن عشاقك كمان. انا عارفه وحبيبتي، وعملنا احلى شغل مع بعض. طبعا طبعا طبعا. في انتظارك يا نوال، وعشان نكمل كلامنا على كراميل، يكون الناس كمان شافت المسلسلات واعلى سعر وغناء وغناء، يعني اغانيكي بقى الحلوه الجميله اللي كلها تحدي. بس هما طلعوا اندال قوي كده العزاز، والله بيني وبينك يعني اندال قوي. في كتير ناس عزاز اندال بامتياز. طيب الاغنيه بكم والامتياز بكم، دي حقيقه. عايزاكي تختمي تقولي لي بصوت نوال رمضان الناس الحلوه. تقولي ايه للمصريين؟ ما فهمت عليك يا شفتي. اوكي، انا بدي اقول للمصريين، انا اصلا مصريه جدا، كل الناس فاكراني اني مصريه. انت مصريه طبعا. وانا منكم وانا بموت فيكم، وشو بدي اقول لك، يعني مصر دي في دمي، ومصر ام الدنيا، ام الفن والحب والناس. العزاز بجد، مش العزاز بتاعت الاغنيه. ايوه العزاز الحقيقيين. رمضان كريم، ويا رب ويا رب الشهر الكريم ده يدينا ايام حلوه وجميله، وما نخسرش حد بنحبه، وتكون كل اللي نتمناه يتحقق يا رب. ان شاء الله يا نوال، وحبيبتي منوره وسعداء بيكي، والف الف مبروك، وهنكمل معاكي المسلسل. وسعيده بقى السنه الجايه بقى قدام الكاميرا بقى، يعني انا عارفه ان نوال ممكن ده نتكلم فيه لما تيجي، لان انت طلتك الحلوه عايزينها كمان نشوفها في التمثيل. يعني اتجرأي بقى، اتجرأي يعني، خليكي جريئه. خلاص تمثيل انت ان شاء الله. فترات مسلسلات منايه، بس تمثيل لا. طيب هنتكلم، وبنشكرك وبنعيد عليكي، ومتونسين معاكي في رمضان يا نوال، وشرفتينا نورتينا على نجوم اف ام رمضان الناس الحلوه. نشكرك يا نوال. شكرا. شكرا يا حبيبتي. شكرا. ميرسي. باي باي. ميرسي. جميلة نوال الزغبي، وجميل ان السنة دي على فكرة في نوال، في طبعا الرائعة أصالة، في الرائعة شيرين، في الرائعة سميرة سعيد كمان برضو حلو جدا بنسمعها في صوت، في مدحت صالح، في أسماء كتير. طبعا ده الماراثون اللي هنتكلم فيه مع التترات في الناس الحلوة. هنسمع تترات، هنسمع أغاني، هكلمكم كمان على أغاني أكتر. بس خليني أقول أميرة، احنا تونسنا بيكي، واللي تحب